اخر حاجه بقى قبل ما اطلع الفاصل، عايز اقولها كلمه للدوله المصريه. انا بقى بركولي، رحت امبارح طعمت الحمد لله بفضل الله، والامور الحمد لله ماشيه بشكل كويس. اللي انا هتكلم عليه مختلف تماما. انا كنت سامع ان الدوله عامله اماكن للتطعيم، انا بعت سجلت وبعتوا لي رساله على الموبايل، ورحت ارض المعارض طعمت هناك، وكنت بشوف هو الكلام اللي نسمعه ده صح ولا ايه الموضوع، هو انت يعني الموضوع بتدفع فيه كام، الموضوع ايه، الناس هناك عامله ازاي. انا لم ارى في حياتي حاجه بالشكل ولا بالوضع ده. انا رحت دخلت الدكاتره اللي شفتهم، مديره المركز هناك سيده الحقيقه فاضله جدا جدا جدا، يعني بتستقبل الناس. مش عايز اقول لك ان انا كان في حد في استقبال، انا شايف الناس كلها واقفه كده بيستقبلوا كل الناس، سلموا على كل الناس، حيوا كل الناس، دكاتره، الناس اللي بتأيد على الكمبيوتر، الناس اللي بيدوك الجرعه، خليه نحل، ولكن خليه نحل، ناس محترفه، ناس بتبتسم، ناس خدمه مجانيه الدوله المصريه بتقدمها. روح بص وشوف عشان تقدر تدي قرارك، حاجه تخليك كده راسك في السماء ان انت مصري، وكل يوم يزداد فخرك ان انت مصري، ويزداد فخرك وشكرك لمؤسسات الدوله الحاليه. حاجه الحقيقه يعني مؤسسات الدوله المصريه الحاليه والساده المسؤولين يستاهلوا كل التحيه وكل الاشاده. موقف امبارح كنت فرحان بيه جدا 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 ان انا اشوف ده في مصر، حاجه الحقيقه رائعه. تنظيم ازاي، المكان عامل ازاي، الرعايه عامله ازاي، الاهتمام بالناس عامل ازاي، كل واحد بيضحك وفي ابتسامه، حاجه الحقيقه رائعه جدا جدا جدا. بشكر كل الناس الحقيقه، وبشكر كل مؤسسات الدوله المصريه، وبشكر كل الناس اللي اتشرفت بيهم امبارح، الدكاتره وكل الناس اللي موجوده، وحاجه الحقيقه رائعه جدا جدا جدا.